بنفس راضيه ونيه صافيه وضحكه بشوشه على الوشوش. في مصريين يدوب عايشين، نفسهم عزيزه وطلباتهم قليله، ولما تسالهم عن الاحوال ما تسمعش منهم شكوى، ومفيش على لسانهم غير الحمد لله. احمد ربنا واشكره على كل شيء موجود. والله الحمد لله، مش ناقصنا اي حاجه، فقدمنا احنا في نعمه كبيره من عند ربنا. والله رضا الحمد لله، حمدينه على اللي جابه ربنا. نشكر ربنا الحمد لله دايما على كل حال، نشكر ربنا. طب يا حاج نفسك في ايه؟ يا حاج ده حقك، اطلب قول اتمنى. انا مش نفسي في حاجه غير ان ربنا يديني الصحه كده واشتغل. نفسي اشوف ولادي احسن مخاليق الدنيا. نفسي يوسف يخف، بس نفسي حد يتولى في علاجه. نفسي اعمل عمليه في عيني. نفسي اعمل عمره يا حاج. دي امنيه حياتي ان انا اعلم ولادي واطلع الحج. نفسي يعني الدوله تهتم شويه بالفقير، يعني الطبقه الفقيره دي يعني مش هقول. مصر ما بتنساش ولادها وعارفاهم وحافظه جمايلهم، والنهارده فيها شغل من النار وناس بتشتغل ليل نهار، وكل المصريين اللي قادرين بيساعدوا علشان نأمن لكل المصريين الحياه اللي يستحقوها. حياه كريمه، مبادره حياه كريمه هتهتم بكل تفاصيل حياه المصريين المحتاجين، صحتهم وعلاجهم، بيوتهم ومرافقهم، اكلهم وشربهم. هنساعدهم يشتغلوا ويعلموا ولادهم واللي فقدوا اهلهم. المبادرة هترعاهم علشان يبنوا حياتهم، وده حقهم علينا إننا نرعاهم وندعمهم علشان يعيشوا حياة كريمة. من بحر القبل في كل مكان في بلدنا في ناس تلمحهم تلقى الطيبة ساكنة في ملامحهم، على قد لكن عايشين وفي سكتهم ماشيين مهما الدنيا بتيجي عليهم. دايما راضيين. مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدعم الأسر الأكثر احتياجا. هل أدلكم على أفضل ما يمكن فعله من أجل طي صفحة الماضي بمآسيها وفتح صفحة للحاضر والمستقبل يعيش فيها الإنسان حياة جديدة أو بالأحرى كريمة؟ في يوم من الأيام كانت حلما، ثم تحولت لفكرة في عقول الشباب، وبعدها انطلقت ودقت ساعة العمل. منذ ذلك اليوم ونرى تغييرا لحياة ملايين المصريين في الريف المصري كله، من أقصى قرى بالوجه البحري إلى آخر أماكنه في صعيد مصر. ولعل قرية غرب سهيل بمدينة أسوان خير شاهد ودليل. حياة كريمة ليست مبادرة رئاسية فحسب، وليست فكرة شبابية فقط، بل مشروعا شعبيا قوميا مصريا بامتياز من أجل تطوير الإنسان والعمران. هذا هو عنوان الجمهورية الجديدة. هنا مصر المتعافية والمتنامية التي تتعمر اليوم، وذلك من أجل حياة كريمة لأهلها وشعبها، بسواعد قيادة لديها إرادة وشباب عفي لديه عزيمة. أهلا بكم إلى الجمهورية الجديدة حيث الحياة كريمة.